نروح لزميلنا العزيز كريم احمد ونعرف منه اخر الاجواء عنده ايه. مساء الخير يا كريم. كابتن ايمن، طبعا بقول لك كل سنه طيب، وكل سنه وكل اهلاوي بخير وطيب. 114 سنه انتصارات وتاريخ ومجد كبير جدا الحقيقه. ما بنقول الحمد لله على نعمه الاهلي، دي ما بتبقاش كلمه بس، لا ده شعار كبير لكل الاهلاويه. 114 سنه خير للنادي الاهلي، يا رب القادم ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي، واستمر العظمه والفخر الكبير للنادي الاهلي من 1907 حتى هذه اللحظه. عايز ادخل معاك يا كابتن ايمن طبعا كالعاده في اجواء مباراه اليوم، انبي والنادي الاهلي هنا في استاد بترو سبورت، مباراه غايه في الصعوبه، كان حضر ليها بشكل جيد جدا بيتسو موسيماني رغم ضيق الوقت والتوالي المباريات اللي بشكل كبير جدا وحاله الاجهاد اللي فيها للنادي الاهلي. تمرين واحد او 24 ساعه كانت راحه ثم تدريب واحد، بيحاول اكيد الجهاز الفني ان هو يعوض شويه بعد الوقت ويدي فتره كبيره راحه لعيبه النادي الاهلي، لان الاصابات عديده والغيابات عديده. لكن ان شاء الله النهارده لعيبتنا تكون في قمه تركيزها مع اختيار خلاص للتشكيل اللي ظهر لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وفي ظل الظروف يا رب ان شاء الله ال 11 لاعب المتواجدين النهارده في الملعب باذن الله النهارده يكونوا كالعاده موفقين في مباراه اليوم، وان كل ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. لحظات خلاص يا كابتن ايمن طبعا، وانطلق الفريقين لاجراء عمليه الاحماء. يمكن سبق فريق نادي الاهلي ام بي في بيجري عمليه الاحماء، وفي هذه اللحظات لاعبي النادي الاهلي مباشره الى استاد بترو سبورت. الاجواء طيبه جدا، تشديدات امنيه كلها طبعا اكيد بتخدم في مصلحه الفريقين، ممنوع دخول اي افراد من الجمهور، الامور طيبه جدا حتى هذه اللحظه. لكن يبقى ان شاء الله التوفيق لفريق النادي الاهلي يكون كالعاده، روح كبيره وشخصيه النادي الاهلي باين النهارده. المباراه اللي فاتت خلاص انتهت بكل ما فيها بسوء التوفيق اللي كان بيقابل النادي الاهلي، عندنا امل كبير النهارده ان شاء الله 90 دقيقه تكون من نار لعيبه النادي الاهلي ويستعيد من جديد سلسله الانتصارات، ومنها ان شاء الله الصعود والحفاظ على لقب بطوله الدوري العام وصداره جدول بطوله الدوري العام. اكيد يمكن دي كانت الاجواء حتى هذه اللحظه كابتن ايمن، لكن مستمرين معاك ان شاء الله لحظه بلحظه عقب انتهاء المباراه، يكون جيم كويس للنادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق فيه ثلاث نقاط، ونكون لينا كمان لقاءات مع اللاعبين عقب فوز مباراه اليوم. لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن. نقطتين على السريع بس يا كريم، هسالك في حاجتين بس، الناس عايزه تطمن على اول حاجه على بدر بنون، يا ريت تطمني عليه. ثاني حاجه انا شايف في التشكيل النهارده من ضمن البودلة اليو ديانج، معنى وجود اليو ديانج في قائمه الاحتياطي ان هو سليم 100% اكيد، يا ريت تطمنا. بالتاكيد يا كابتن ايمن نقطتين مهمين جدا، هبدا معاك بديانج. يعني ديانج كانت قدمه قويه شويه في اسفل الركبه، لكن يعني انت عارف بقوه ديانج الكبيره المعهود عليها النهارده، يمكن راحته هي رؤيه فنيه، لكن الراجل جاهز ممكن يشارك في اي لحظه في المباراه. اتدرب امبارح في التدريب الاخير اللي كان على استاد مختار التتش واعلن جاهزيته بالكامل، لكن انت عارف الكدمه مع توالي المباراه والضغط الكبير فبيبقى في تاني شويه من الجهاز الفني، لكن ورقه موجوده على دكه البدلاء وسيتم الدفع بيها حسب خط سير المباراه. بدر بنون ايضا كمان انت عارف حاله الاجهاد الكبيره يا كابتن ايمن اللي بتقابل طبعا كل اللعيبه مع ايمن اشرف، يمكن الاثنين خارج القائمه، لكن بطمنك مفيش اصابات، يعني مفيش اصابات مؤثره نقدر نقول ان ايمن اشرف عنده إصابة كبيرة أو بدر بنون عنده إصابة كبيرة، هي حالة إجهاد بس. لكن أنت عارف ضيق الوقت والعدد قليل جدا حتى التغييرات النهاردة، يعني بتمنى خط الدار النهاردة يكونوا مكملين حتى آخر المباراة لأن النقص كبير جدا. لكن بطمنك على بدر وبطمنك على أيمن وبطمنك كمان على كل لعيب، مفيش أي لعيب متواجد في القائمة غير سليم، لعيب سليم 100%، وأيضا كمان بدر بنون سليم، والقادم إن شاء الله يكون أفضل لعيبة النادي الأهلي وحافظ عليهم النهاردة إن شاء الله في مباراة اليوم، ويخرج النادي الأهلي منتصر وبدون أي إصابات لاستكمال المشوار المحلي والمشوار الأفريقي خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد.